إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. الحمد لله جاهر الطغاة وناصر المظلومين، والصلاة والسلام على القائد العظيم والمربي الحكيم محمد خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. الأخ اللواء سلطان ابن علي العرادة محافظ المحافظة، محافظ محافظة مأرب. الأخ العميد الركن علي عبد الله طاهر مدير عام شرطة مأرب. الأخ العميد ناجي حضروم مدير عام الأمن السياسي. الأخ العميد الركن عبد السياغي نائب مدير عام شرطة مأرب. الأخ العميد عبد الغني علي شعلان قائد قوات الأمن الخاصة. الأخوة أعضاء السلطة المحلية والمشايخ والأعيان، الأخوة الضباط والصف الجنود، الأخوة الخريجين الحاضرين جميعا كل باسمه وصفته، نرحب بكم جميعا ونتشرف بحضوركم. نرحب بكم إلى هذه التباب الشامخة التي صمدت في زمن الانكسار وارتفعت في زمن الهبوط. لقد جسدت الجفينة وعليها أبطالنا محطة حماية الجمهورية من براثين الإمامة البغيضة. لقد كانت الجفينة حقاً سداً منيعاً بجوار سد مأرب، لكنها سداً لمنع تسرب الميليشيات. فحييتم تحية إعزاز وفخر، مرحباً بكم أيها الذائدون عن الحما والمدافعون عن الكرامة، مرحباً بكم يا من تصنعون المجد لشعبكم وتنسجون معالم المستقبل الأفضل لوطنكم، مرحباً بكم وأنتم تحملون على أكتافكم مجد وفخر وعز هذا الوطن. أهلاً وسهلاً والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم ضيوفنا قاداتنا ضباطنا جنودنا. ما أعظم الدنيا بكم، لا تهزم اليمن وفيها أنتم، برعاية الأخ اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب. تقيم قوات الأمن الخاصة احتفالية خاصة وعرض خاص بمناسبة تخرج دفعة من أبطالها أصحاب التخصصات النوعية فريق المهام الخاص. وبهذه المناسبة نقول نهنئ جيشنا الوطني والشعب المجيدا، فقد ضفنا له فجرا جديدا، وقد قضي على عهد حلال تصرم مثل أمس لن يعودا. فتحنا اليوم للتأريخ باب وحطمنا السلاسل والقيودا، وشيدنا لحكم الشعب صرحا وهدمنا الحواجز والسدودا. تحياتي إلى أبطال قومي، إلى من أوجدوا اليمن السعيدا. خير ما تستفتح به هذه الفعالية آيات عطرات من كتاب الله عز وجل يتلوها الجندي رائد فيصل الحبيشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. كما لا ننسى أن نرحب بالأخ العميد حسن غالب الأجدع. الحاضرون جميعاً، إن التضحية بالنفس من أجل هدف النبيل في سبيل الله ثم مصلحة الوطن ربما تجاوزت حدود البذل والسخاء لتبلغ أعلى مراتب العظمة ومنتهى عنان الفداء والاستبسال. وها هي الصور المشرقة لهذه القيم ماثلة للعيان أمامنا، حيث يتأهب أبطال أمننا البواسل للدفاع عن قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة ومبادئ الثورة ومكاسب الجمهورية.
لن يستكين ولن يستسلم الوطن، توثب الروح منه وانحنى البدن. أما ترى كيف أعلى رأسه ومضى، يدوس أصنامه البلهى ويمتهنا، وهبك المارد الغضبان متشحا بالنار يجتذب العليا ويحتضنا. فزعزعت معقل الطغيان ضربته حتى هوى وتساوى التاج والكفنا، وأذن الفجر من نيران مدفعه، والمعجزات شفاه والدنا أذنا. لا عابد الكهف لا عفاش يحكمنا، الحكم للشعب لا بدر ولا حسنا. الآن ننتقل بكم مباشرة إلى العرض، إلى مشروع تخرج فريق المهام الخاصة وشرح تفصيلي مع الملازم محمد عبد السلفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، الأخ اللواء الركن سلطان ابن علي العرادة، رئيس إقليم سبا، محافظ محافظة مارب، الإخوة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الحاضرون جميعا، في هذه اللحظات ستشاهدون فريق المهارات الخاصة من قوات الأمن الخاصة، وهو يقوم بعملية نوعية في التقدم والاقتحام على مواقع العدو وتطهيرها. الشرح إليكم بالتفصيل. بعد أن تلقت قيادة قوات الأمن، بعد أن تلقت قيادة فريق المهارات الخاصة، thank you.
فيها مجموعة تقوم بنقل الجريح من مكان إصابته إلى أقرب مركز يعالج فيه وإنقاذ حياته. سيتم تطهير التبتين والاعتلاء الى اعلاها ورمي القنابل في تبة الجبل في تبة في راس التباب. نحن نحرص جميعا كل الحرص على ان تكون التقدم الى مواقع العدو باقل عدد من الافراد لحيث لا يكون صيدا سهلا. أما في هذه اللحظات سنرى علم الجمهورية اليمنية يرفرف على هذه التباب بعد تطهيرها من الشرذمة الخبيثة الذي لطالما دنست هذه البلاد. الآن تم تطهير التبة الأخرى ورفع علم الجمهورية اليمنية في أعلى التبة، وهكذا يؤدي فريق المهارات أو المهام الخاصة من قوات الأمن الخاصة واجبه أمام في المستقبل وأمام كل التحديات. بعد أن تتم تطهير كل المواقع يتم البلاغ من كل قائد مجموعة وينادوا بالانسحاب مجموعة تلو أخرى. Thank you.
بي ابو قالن هناك بل بالفتاح قد تبتي الختامية. ومع التكريم فليتفضلوا الأخوة القيادة لتكريم المدربين وقيادة الدورة. الرائد مروان مجاهد علي السبعي قائد الدورة. ملازم أول عبد الوهاب محمد العرشاني أركان الدورة. ملازم ثاني حلين محسن محمد طالب نائب التدريب. ملازم ثاني محمد عبد السلفي. ملازم ثاني خالد حسن الهجري. ملازم عبد محمد أبو بكر. شكراً لحضوركم، شكراً لمشاركتكم، شكراً لكم أبطالنا. وبهذا نختتم هذه الفعالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.